عليكم، معكم جمال حصاري من مدينة الدار البيضاء. كنت عامل في مطار محمد الخامس بجاجيس لمدة من 2014 ل 2019، وانا الان دابا من الكوفيد باقي مريح. وما نكذبش عليكم، عندنا كونطرا مفتوحه، كانت عندنا واحد النقابه، ودابا هاد الناس ديال المطار محمد الخامس كتدخل اللي بغات، ومخليه الدراري اللي عندهم اقدميه ومدخل الدراري جداد، ديري لينا بحال طرد تاع السوفي. وحنايا ما عندنا حتى مشكل، وما عندنا حتى شي مشكل مع الخدمه ولا مع النقابه. كاين الدراري اللي ما دايرين والو وساكن موقفين في هاد من الكوفيد لدابا. كنتمناو من هاد الحكومه، وكنتمناو من هاد ان شاء الله التصويت هذا اللي غادي يكون في هاد العام في هاد شهر 9 ان شاء الله، هاد الانتخابات يكون شي حل للدراري البكاجيس اللي كيعانيو في مطار محمد الخامس، ولحد الان باقيين كيعانيو من ناحيه الصالير، من ناحيه الطرد بدون سبب، بدون تنقاش، بدون حتى شي حاجه. كتلقى راسك مطرود وانت عندك كونطرا مفتوحه. لهذا كنتمناو من الناس اللي غيسمعوا هذا النداء هذا راه غيفهموا كل شيء. وحنا دابا راه باقيين مريحين من الخدمه، راه الله اللي كيشوف فينا. حنا راه كنمشيو عندهم مره كنطلع للمطار كيقولوا لي تسنى بلاتي، وماشي غير انا بوحدي، انا ربما تلاقيت مع الناس غير صدفه، ولكن راه تقريبا حنايا كاينين شي 50 واحد ولا 60 واحد ما داعيين الشركه، ما دايرين والو، ما مديميسيونين، موقفين لدابا العمل، والمطار محمد الخامس خدام. يعني بغينا هاد الناس يشوفوا في الشباب اللي بحالي انا، زياده 93 باقي الحمد لله، انا خدمت 8 سنين من 2014 ل 2019، ودابا كنطالب بالرجوع، وباقي ما لقيتش اللي وقف معايا واللي ساندني، وانا كنبغي الخدمه ديالي وكنحبها والحمد لله، وكنبغي بلادي، لانني ما غلقاش غنعاود نقلب على خدمه من جديد. وانا دوزت واحد السنين في واحد الخدمه والحمد لله، كنا على حسن كاع الحمد لله، الناس كبار والجاليه، وكنخدموا البلاد احسن ما يمكن. وكنتمناو من الله وكنتمناو من السلطات انها تدخل ودير شي حل. لهذا كنطلبوا من هاد الانتخابات ان شاء الله يكون شي جديد، وشي يكون شي اندماج للشباب، لان الشباب مسكين كيضيع، كتولي تبان ليه الهجره اللي كتبان ليه، يعني ما غيبقاش مسكين يفكر في شي حاجه اخرى. انا فكرت في الهجره مرارا وتكرارا، تنقول اليوم نخوي غدا نخوي، اليوم نخوي غدا نخوي، لحقاش علاش؟ انا ربما كنت خدام في هذه الخدمه تنقول منها غندير منها وليدات، وغندير مستقبل، وغندير دويره ديالي. انا دابا حاليا كنلقى راسي في الشارع، انا ما مديميسيوني، ما داعي الشركه، ما داير والو، عندي كونطرا مفتوحه. انا باقي لدابا كنتسنى وكنطالب انني نرجع للعمل ديالي، لانني انا باجاجيس في مطار محمد الخامس. كنطالب انا والزملاء ديالي بساكن اللي باقيين بدون عمل، راه فيهم شحال من واحد بدون سبب، ما كاين حتى شي سبب. ما بقيت اخويا خدمت حتى شي بلاصه لحقاش، ما قديت ندير والو، انا ما قديت ندعي الشركه، ما قديت نمشي نديميسيوني ناخذ جوج دريال، اش غادي ندير؟ في النظريه ديالك انت نعاود ندفع، دفعت مرارا 20 سي في اللي دفعت دابا تقريبا، وباقي ما كاينش شي جديد ولا شي ابيل، وانا كنتسنى فارغ الصبر. انا كنتمنى لكن شي تدخل، شي دخل الناس راه وصلت للمحكمه للطلاق، شي دراري كنعرفهم كانوا خدامين معايا في ساكن باقيين صغار، يلا تزوجوا وتطلقوا. علاش؟ حيت توقفوا من العمل من الكوفيد لدابا، من الكوفيد لدابا. كان الله يرحم بها الوالدين، كنوجه هذا النداء للمسؤولين الكبار، حاولوا ما امكن، تحاوروا كاع الشركات اللي كاينين في البلاد، شوفوا معاناه العمال اللي مسكين ما كيطالب بوالو، كيطالب بدويره وباغي يبني مستقبل ديالو في البلاد بحال كاع ايوا الناس، تيحب العمل ديالو. ولا كان الانسان في واحد العمل مرتاح راه ما يخيبوش الله.